يعني سمير مثل ما عم نشوف رجعت الحياة الثقافية وللمسرح أيضا، رجعت من جديد للعمل وللإبداع، ومن هي الأعمال عرض المنديل للمصمم والمخرج بسام حميدي، ويلي هلأ عم تصير بروفاته النهائية بهي الفترة بدار الأسد للثقافة والفنون. وبصرنا نرحب عبر التليفون مع المؤلف والمخرج الأستاذ بسام حميدي. صباح الخير أستاذ بسام. صباح النور، صباح النور إلكم. سعد صباحك ومبروك الرجعة، اشتقنا لكم. الله يسعدك، والله يلا ان شاء الله يا رب هيك بترجع سوريا مثل ما كانت، ويبدو الامور باذن الله رايحه للاحسن. اكيد يسعد صباحك عن جديد. بالبدايه خلينا نحكي ما هي قصه هالعمل وشو الفكره العامله؟ هلا هو هذا العمل هو من انتاج دار الاسد، دار الاوبرا، بالتعاون مع المؤسسه العربيه للاعلام. هلا هذا العرض اسمه المنديل. نعم. هذا حكاية إنسانية، هي بتحكي قصة شاب وبنت متزوجين عايشين مع بعض، كثير عايشين بحالة حب مو طبيعية يعني. فهن قد ما بيحبوا بعض فهن بنشوف عن طريق التقنيات والجسد ورحلتهم، إنه هن مثلا بلشوا نشوفهم بعدة أمكنة، نشوف من خلالها أنه هن هدول الاثنين قديش عايشين حياة حلوة كثيرة. فهن قد ما بيحبوا بعض بيحبوا بعض كثير، فهن بيقرروا يقولوا خلينا ندعي لربنا أنه نفتح بلكي تصير الحياة أجمل وأحسن. فبيستجاب لهم، فبيستجاب لهم الرب، فهن بيفتحوا، بتقلب الحياة من اللي ملون، من الحياة اللي هن كانوا شايفينها كثير نقية وحلوة وكذا، الأبيض وأسود يعني مع الأسف هو واقعنا. فهي بتبلش هون بقى هن يختلفوا مع بعض، فهن بصيروا يبحثوا عن شيء إنه يرجع يربطهم مع بعض. بضل الخلاف لنهاية المسرحية، بنهاية المسرحية بيقرروا إنه خلص شو بدنا نضل نتخانق وكذا، خلينا نرجع للشيء اللي نحن كنا نحب بعض قبل. فهن بيقرروا باخر مشهد انه هن يرجعوا عميان، وانا مسميه العمل قطري، انه خلص بيعطيها المنديل تبعه وهي بتعطيه المنديل، بيرجعوا عميان وبترجع الحياه احلى من ما كانت وهن عميان. نعم. استاذ بسام خلينا نحكي، يعني حضرتك تميزت بالاعمال بلمساتك باعمال عديده باستخدامك للتقنيات الحديثه للشاشات وللاضاءه اللي كثير رائعه يلي حضرتك بتصممها. كيف انتقلت يعني هنا بنفس المجال، ولكن كيف حسيت حالك انه هون لازم تالف ولازم تكون مخرج لعمل هو يمكن صار له زمان ببالك؟ هلا انا اسف بس بدي نوه عن شغله، هلا هو العمل من تاليف عبير عوده وفكره واخراج الي. اها. هلا اكيد ايه هو طبعا. اكيد يعني انا هدول اعمال صعب انك انت تلاقي مؤلف كثير، فهو كان شبه مشترك بيني وبين عبير عوده. يعني فينا نقول تاليف مشترك. تمام. تاليف مشترك. تمام. ايه. هلا هذا العمل يعني انت بتعرفي انا من يعني صلي من 96 بشتغل اضاءه بهذا المجال. صح. فانا كثير كنت على طول ميال للعروض اللي لها علاقه بالعروض البصريه، عروض الصوره. فهي العروض هي من اصعب العروض، يعني انه انت بدك بقى تشتكي تبلشي بالعرض على مستوى الرؤيه البصريه، هي الاضاءه، التكنيك. هلا انا اللي ما فيه حوار، يعني هذا من العروض الراقصه اللي ما فيها حوار، فهي عروض كثير كثير صعبه. فانت بدك ترجي للمشاهد الفكره من خلال الجسد، من خلال التقنيات، من خلال الاضاءه. نعم. هذا العمل يعني فيه شغله منيحه جديده عن هذاك العمل، انه هذا العمل فيه مشاهد ثلاثيه الابعاد، مختلف عن ضوء القمر. هلا ضوء القمر كان فيه التقنيه انه في شاشه والفتاه خلف الشاشه وكانت تنعمل الخدعه البصريه. طبعا مو سهل العمل هذاك، يعني كمان صعب. بس هالمره انا تجرأت اكثر
وعملت التقنيه ثلاثيه الابعاد، هي اللي انت بتشوفي بقى ممثل موجود على الخشبه بس هو عمليا ما انه موجود. تمام. انت بتحتاري بالضبط انه شو هالتقنيه المعموله، فهي كانت انا بظن بهذا العمل هي جديده كثير، واظن اول تقنيه بسوريا يعني بتصير بهذا العرض ان شاء الله. ان شاء الله تكون حلوه. أكيد ناطرين هذا العمل. أكيد. خلينا نحكي بغياب الحوار بشكل كامل، هل تعتقد أن المفردات التي تستخدمها تستطيع أن تصنع لغة يفهمها المشاهد العادي أم العمل موجه فقط للنخبة؟ لا، هلا هذا العرض البصري يعني أي عرض بصري هو على طول رح يشد، إن كان صغير وإن كان كبير وإن كان أي حدا، وخاصة أنا عم بروح على في سلة القصة عم بروح على قصص اللي لها علاقة إنسانية، يعني قصص اللي بتمثل الإنسان نفسه يعني. فهي الشغلة كثير يعني أنا برأيي رح تمثل كل الشرائح، وخاصة هذا العرض يعني هو معتمد مثل ما قلت لك، هو صعب كثير لأنه هو ما فيه حوار، يعني هو معتمد على لغة الجسد، على حركة الممثل، على أتقانه. نفس الوقت هاي العروض كانت كثير صعبة، إنه أنا لما بلشت فيها إنه أنا بدي أجيب ممثل ودربه على الرقص، ولا بدي أجيب أنا مثلا راقص ودربه على التمثيل، فكانت هاي كثير شغلة كثير بالنسبة لي صعبة. كثير لا هو راقص يتعلم تمثيل أهيان صح؟ بالضبط صح. فأنا ملت إنه الراقص بتعلم تمثيل أهم لي لسبب ثاني كمان، لأنه أنا التقنية اللي عم أعملها كثير إلى علاقة بالثانية، الأجزاء الثانية، إنه هون الممثل لازم يعمل هاي الحركة مع هذا الضوء تحديدا. خلينا استاذ بسام نحكي عن تكنيك الاضاءه يلي مستخدمه بقلب العمل، وهون نحكي عن التشاركيه بين الممثلين وتكنيك الاضاءه والجرافيكس وكل شيء موجود على المسرح. طبعا هلا قلت لك هاي الاعمال نحن عم نشتغل على الثانيه، يعني هون تكمل الصعوبه بالموضوع، وبنفس الوقت انه هون الممثل يعني وينه مثلا بده ينتبه انه هون في موجه بحر، بنفس الوقت هلا رح تجي في قلب السفينه، بدي غير جسدي، هون بدي اعبر انه انا كثير فرحان، هون انا بدي اعبر عن كثير زعلان، هذا كله له علاقه بالتعبير بلغه الجسد نحن بنسميها. فهي شغله يعني انت انا بشكر كثير اللي كانوا معي يعني بهذا العمل ان شاء الله، لانه هو اخذ بروفات طويله، يعني صرنا عم نشتغل على هذا المشروع تقريبا سنتين. هو كثير من العروض المسرحيه اللي ما حدا يتجرأ يعملها، لان قلت لك اي غلطه ان كانت تقنيه او جسديه او اي شيء بتعمل كثير جاب على المسرح دغري بتبين، فهون كانت الصعوبه بهذا العمل. خلينا نحكي عن اهميه تعزيز ثقافه العروض الضوئيه. اي هلا اكيد قلت لك نحن اول شيء بلشنا بالنص، لان انت اي عرض بدون نص هو ما في عرض، يعني لو ما كان فيه هو حوار او شيء، بس هو كان في شيء مكتوب انه نحن مثلا عندنا بهذا العرض فكره، هي فكره هدول العميان وكيف هن بدهم يستخدموا الضوء وكيف بدهم هن يعيشوا، كيف بدهم يشتغلوا مع الجرافيك، كيف بدهم يشتغلوا، فكان هو انكتب العمل تحديدا للاضاءه، يعني انه هون انت واقف هاي البقعه بعدين بدك تنتقل لبقعه ثانيه كمان، ليش؟ انه نحن كانت الإضاءة مو هي عم تتغير أو الجرافيك عم يتغير أو عم تفوت موسيقى هيك يعني مجانا، لا هو كان نحن قلت لك نحن هذا العمل مثلا معمول ثلاث مراحل، المرحلة اللي كانوا هن فيها عميان مبسوطين كثير، فأنت على سبيل الصورة والإضاءة وكذا حتشوفي كثير الأجواء كثير حلوة، الفترة اللي هن دعوا لربهم فحتشوفي شيء يعني حاولت إنه الناس تقول لك شو عم يصير، يعني كثير مرحلة كثير صعبة كانت، والمرحلة الأخيرة اللي هن بدهم يفتحوا ويرجعوا عنيان. نعم. فكان في كثير صعوبة بهذا آخر شيء، والأساس هو مثل ما حكينا الأداء تبع الراقصين هو اللي بيرفع العمل وبينزل العمل مع التقنية، ما فيك تشيل شيء حتى الموسيقى الجرافيك أي شيء يعني. وأنا حتى معي بهذا العمل الأستاذ عروة العربي كثير ساعدني موضوع الحركات وتضبيط النص وكذا،
وان شاء الله يكون عمل هيك جديد على مستوى يعني يا رب. يعني بدنا نوعد المشاهدين ايمتى رح يكون العرض باذن الله يعني؟ هلا نحن لانه تأجل العرض كثير. ايه هلا الحمد لله انا شايف كثير ناس مشجعين لهذا الموضوع، حابين هاي نقله المسرح. اوكي. لان ما عندنا هالمسرح البصري يعني. فنحن ان شاء الله بنقول نحن بنهايه الشهر السابع اذا امور اذا الله راد ما صار شيء يعني. تمام اذا الله راد. نحن اكيد بانتظاركم ومن بعد العرض ناطرينك استاذ بسام لحتى نحكي اكثر بالاستوديو. هلا انتم مشغولين بالبروفات ولكن بنتمنى فريق العمل ايضا كله يكون موجود موفقين يا رب، وناطرين موعد العرض على صفحه دار الاسد للثقافه والفنون. شكرا كثير لك. اهلين اهلين، شكرا لكم.